صباح النور، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات المشخص في البيطرة. في هذه الحلقة سوف نحاول حساب تركيز محلول ماء. سوف نحاول حساب تركيز محلول ماء، خاصة إذا كان هذا المحلول عبارة عن هيدروجين كلورايد مثل هذه القارورة الجديدة. هذه لا يوجد فيها التركيز، غير مكتوب فيها التركيز، إذن سوف أحاول حساب التركيز. نفس الشيء يطبق على ال NaOH صوديوم هيدروكسيد، على الأمونيا أمونيوم هيدروكسيد، يعني على السلفيوريك أسيد، النيتريك أسيد، الفوسفوريك أسيد إلى آخره، هكا بما فيها ال HCl. سوف نجرب ال HCl. إذن حساب كثافة محلول ماء، وليكن مثلا ال HCl، هذا ال HCl، وحساب درجة البومي له، درجة بومي هذا هي رمزها بي أ درجة، وحساب التركيز بالنسبة المئوية. هكا أول شيء أخذ حجم معين ووزنه. إذن أول شيء حساب الدنسيتي، حساب الكثافة أو الكتلة المولية. الكثافة ماذا تساوي؟ إذن هي الكتلة على الحجم، الكتلة على وحدة الحجم، بالغرام على المليلتر أو بالغرام على السنتيمتر مكعب. نفس الشيء، واحد مليلتر يساوي واحد سنتيمتر مكعب، أو لديها وحدة أخرى هي أيضا الكيلوغرام على المتر مكعب. هكذا. ثم بعد ما نحسب الدنسيتي، إذا من أجل حساب الدنسيتي نحتاج ميزان، ومن الأفضل يكون دقيق، يكون حساس، يعني كل ما يكون الميزان حساس يكون ذلك أفضل. ونحتاج كأس مدرج، هكذا، من أجل حساب الوزن والحجم على الترتيب. ثم انطلاقا من الدنسيتي نحسب specific gravity، نحسب specific gravity رمزها SG. SG ماذا تساوي؟ هي الدنسيتي الخاصة بالماتيريال الذي سوف نزنه، الذي حاسبنا الدنسيتي له، وليكن هو محلول ال HCl هيدروجين كلورايد، على الدنسيتي الخاصة بالمذيب، أو في أين الماتيريال هو مذاب فيه. مثلا هذا هو الهيدروجين كلورايد مذاب في الماء، الماء النقي، الماء المقطر، هكذا، هذا في الماء المقطر. إذن الدنسيتي الخاصة بالماء المقطر هي واحد. إذن specific gravity تساوي مباشرة هي الدنسيتي الخاصة بالماتيريال. إذن specific gravity ليس لها وحدة، هكذا، لأنها البسط والمقام لهما نفس الوحدة. إذا كانت الدنسيتي الخاصة بالماتيريال، إذا الدنسيتي انت محلول ال HCl، محلول ال HCl أكبر تماما من الدنسيتي نتاع الماء، هكذا. إذن سوف نحاول حساب الدجري بومي. إذن البومي تساوي 145 ناقص 145 تقسيم specific gravity، هذه عند درجة حرارة 16 درجة مئوية، هكذا. الانتقال من specific gravity إلى البومي، إذن specific gravity تساوي 145 تقسيم 145 ناقص بومي، هذه أيضا عند الدرجة 16 درجة مئوية، هكذا. أول شيء نحاول حساب الدنسيتي. سوف نأخذ عينة من هذا لها حجم معين ونزنها باستخدام هذا الميزان. أنا لدي ميزان حساسيته أو درجة الدقة 1 غرام، إذن هذا أفضل من ميزان درجته 5 غرام، ولكن يوجد موازين أفضل، 0.1 غرام، 0.01 غرام، حتى 0.001 غرام، 10 قوى ناقص 3. إذن القراءة سوف تكون يعني نوعا ما ما بين الدقيقة والغير دقيقة. من أجل حذف هذا الانكونفينينت، هذا هذا النوع من المساوئ، إذن علي أن أجعل الحجم أكبر ما يمكن، هكذا، أجعل الحجم أكبر ما يمكن. إذن سوف أخذ عدة قياسات، ثم أخذ متوسط القياس. متوسط القياس، إذن هذه هنا الصفر، إذن هذا الكأس يوزن، هو هذا كأس مدرج، كأس مدرج،
أضعه في الوسط لا يحتوي على أي شيء. إذن هو يوزن 7 غرام، أقول له أقوم بطار لهذا الميزان هكذا، ثم أقوم بحساب مثلا 40 مللتر، سوف أخذ 40 مللتر من هذا المحلول. هذا قارورة جديدة لا تحتوي على التركيز، غير مكتوب هنا التركيز، سوف نحسب التركيز، نحسب 40 مللتر ونقوم بوزنها 40 مللتر بالضبط. إذن الوزن، أخذت 40 مللتر، الوزن جاء 44، ما بين 44 و45 تقريبا، 44.5، 44.5، سوف أخذ هذه القيمة 44.5 غرام. إذن هكا، إذن إذن الدنس، إذن القياس رقم واحد، إذن الدنسيتي رقم واحد، إذن الوزن هو 44.5 غرام على 40 مللتر. أحسبها بالآلة حاسبة. هنا 44.5 غرام تقسيم 40، إذن أجد 1.1125. يجب أن أخذ الربع أرقام وراء الفاصلة، 1.1125 هكذا. إذن 44.5 تقسيم 40، إذن 1.1125 غرام على المليليتر أو غرام على سنتيمتر مكعب هكذا. إذن هذا القياس رقم واحد، القياس رقم واحد. القياس رقم اثنين، إذن في القياس رقم اثنين سوف أخذ 100 مللتر. إذن أضع هذا الكأس النظيف، لا يوجد فيه أي شيء ولا قطرة ماء، نظيف في الوسط. أقوم بإعدام الوزن الابتدائي هكذا. إذن عندي هذه 40 مللتر، 40 مللتر هكذا، 40 مللتر. سوف أضيف عليها 60 مللتر أخرى وأحسب الوزن. إذن 100 مللتر، إذن وزنها 107 غرام. إذن أسجل 107 غرام، أخذت حجم 100 مللتر هكذا، وأقسم هكذا. إذن أجد واحد، إذن الوزن هو 107.5 غرام على 100 مللتر، أجد 1.075 غرام في المللتر. نأخذ القياس رقم 3، 200 مللتر. إذن وزنت 200 مللتر، 200 مللتر وزنها 214 غرام. إذن 214 غرام تقسيم 200 مللتر هي 1.07 غرام في المللتر. الآن سوف أخذ المتوسط. إذن المتوسط هو كالتالي، المتوسط إذن عدي الدنسيتي الفاينل الأخيرة أو الدنسيتي التوتال للمجموع، هي الدنسيتي الأولى زائد الدنسيتي الثانية زائد الدنسيتي الثالثة تقسيم 3. إذن 1.1125 زائد 1.075 زائد 1.07 تقسيم 3، أجد الدنسيتي النهائية لهذا المحلول الهيدروجين كلورايد، إذن 1.0858. إذن دوما أخذ 4 أرقام وراء الفاصلة، غرام في المليلتر هكذا. بما أن تحصلت على الدنسيتي، الآن هي نفسها سبيسيفيك جرافيتي، هي نفسها سبيسيفيك جرافيتي، لأنه هذا الهيدروجين كلورايد مثل ما المصنع راه كاتب في ورقة المنتج، ورقة التعليمات، أنه هذا الهيدروجين كلورايد مذاب في الماء المقطر هكذا. إذن بما أنه الدنسيتي لهذا المحلول هي أكبر من الواحد، لاحظ وجدنا 1.0858 هكذا، هي أكبر من الواحد، وهي نفسها تساوي specific gravity، طبعا specific gravity ليس لها وحدة. إذن سوف أحسب
الدوغري بومي، الدوغري بومي لهذا المحلول. إذا الدوغري بومي تساوي في الدرجة 16 درجة مئوية، نحن الآن في فصل الشتاء في حرارة الغرفة تقريبا 16 درجة، نعتبرها 16 درجة مئوية حرارة هذا المحلول، هي 145 ناقص نسبة 145 تقسيم specific gravity. فلنحسبها. إذن الدوغري بومي اخترعها واقترحها العالم أنطوان بومي، العالم الفرنسي. إذن بومي 145 ناقص 145 تقسيم 1.0858 أجد 11.46 بومي. إذن هذا درجته البومية هي 11.46 درجة بومي. الآن نقيس التركيز. إذن لدينا specific gravity، لدينا البومي، نذهب إلى الإنترنت. الآن من أجل حساب تركيز هذا بالنسبة المئوية، كما قلت لكم نذهب إلى الإنترنت، لكن قبل الذهاب إلى الإنترنت نحتاج حساب درجة حرارة هذا المحلول لحظة قياسنا للدنسيتي، للسبيسيفيك جرافيتي يعني. هكذا إذا عندي هذا المقياس درجة الحرارة. إذا هذه هي العدد الذي سوف العدد يعني العدد الفوقاني، العدد العلوي. إذا هذا هو مصبار المحرار، هذا محرار إلكتروني، أغمسه داخل محلول. الآن سكبت قليلا من هذه، من هذا القارورة، هذه سكبتها هنا، أغمسه الداخل. لكن قبل أن أغمسه، هذا الهيدروجين كلورايد وهذا معدن سوف يأكل لمصبار المحرار. ماذا؟ سوف أغطيه بكيس من البلاستيك وأقيس درجة الحرارة. هكذا إذا غطينا المصبار بهذا الكيس من البلاستيك. إذا درجة الحرارة هي 10 درجة مئوية، هكذا 10 درجة مئوية. نذهب الآن إلى الإنترنت. الآن نذهب إلى الإنترنت، نكتب HCl مثلا في جوجل كروم، HCl concentration specific gravity، هكذا نكتب هذه specific gravity calculator، نضغط على OK فيخرج لنا الموقع، عدة مواقع، أستطيع أن أستعمل عدة مواقع فيها جداول، إما فيها جداول إما فيها برامج، مثلا هندي ماث برنامج وفي نفس الوقت جدول، هاندي ماث دوت كوم، اضغط عليه. اذا لاحظ the complete aqueous hydrochloric acid solution، اذا انا في صفحة الهيدروكلوريك اسيد، اكبر هنا فيقول لي ادخل درجة الحرارة المحلول لحظة قياسك للكثافة له. اذا درجة الحرارة هي 10، درجة الحرارة بالنسبة بالدرجة المئوية degree celsius، density بالكيلوغرام على اللتر أو بالغرام على المليلتر هي 1.0858، وأضغط على calculate. هكذا أضغط على calculate، إذن تخرج النتائج كالتالي. إذن في درجة حرارة المحلول 10 درجة مئوية، كثافته حيث أنه كثافته 1.0858 غرام على المليلتر أو كيلوغرام على اللتر، تركيزه هو 16.81. هكذا إذن التركيز هو 16.81%. هكذا إذن weight per volume، weight per volume، لأن هناك عدة أنواع من التراكيز. هكذا هذا كان من أجل مثلا حساب التركيز، هذا أحد المواقع الإنترنت. في نفس صفحة المتصفح جوجل كروم على نفس الطلبية، إذا أذهب إلى الموقع في الأسفل scribe.com the complete aqueous hydrochloric acid، وأضغط على OK. إذن يخرج لي هذا الجدول. إذن لاحظ هذا الجدول إذن hydrochloric acid solution in water مثل هذا،
مثل هذا اللي قسناه هيدروكلوريك أسيد إن واتر في درجة الحرارة مثلا 10. انظر إلى العمود رقم 3 من اليسار لليمين، درجة حرارة 10 مئوية. إذن درجة الدنسيتي هي 1.0858. أبحث عليها في العمود 10 درجة مئوية سلسيوس، إذن أجدها تقريبا مساوية أو بالتقريب هي 1.0815. لاحظ 1.0815 وضعتها في الأسفل، 1 فصل هي في الأسفل على اليسار 1.0815 درجة حرارة 10 درجة مئوية. أجدها ماذا؟ الكونسنتريشن بالنسبة المئوية وزن على حجم هي 16 تقريبا، مثل ما وجدناها 16 درجة مئوية. هذه أحد الجداول التي تستطيع استعمالها هكذا. إذن التركيز هو 16.81% وزن على حجم. إذن كتبنا هنا يا. إذن التركيز هو 16.81% وزن على حجم، هذه نفس الشيء نفس المنتج. إذن كل 100 مللتر من هذا المحلول يحتوي على 16.81 غرام HCl هيدروجين كلورايد. هذا كان فيما يخص حساب تركيز محلول الهيدروجين كلورايد كمثال فقط. إلى اللقاء.